تقابله احنا واصدقائه، بعد كده قلنا ان لا، ان ده الدور الوقت اللي بتغلي فيه حراره نستقبله. فنشرنا ده على تويتر لان الناس متفاعله جدا، فقلنا نعملها على الفيسبوك، نعملها على الفيسبوك عشان يجوا يحضروا معانا. الحمد لله برضو لقيت اقبال كبير جدا. بسرعه سيدي التخطيط اتصل بيه في يوم قبل السفر باسبوع بالظبط، قال له احنا عملنا وزاره وهيئه للمصابين والشهداء الثوره ومحتاجينك تنقصهم. فبكل وعي يعني رد عليه قال له مبدئيا الوزاره بتاعتكم ملهاش اي صلاحيه، والوزاره مرفوضه تماما يعني انسياقها مع المجلس الاعلى، ومش متضامنه تماما فعلا مع الشهداء والمصابين. وانا ازاي ابقى كفيف وانت عايز تشيلني مسؤوليه زي دي؟ يعني ممكن نتلاعب فيها بكل سهوله يعني. فرفض تماما طبعا. عايزه اقول لاحمد ان مش مهم نور العين، المهم نور القلب، واحمد نور قلبه ونور لمصر كلها. بطل يا بطل يا بطل، اشجع واحد في مصر.